رسالة نصية بحسم القسط الشهري لبطاقة الائتماني أفسدت يوم صالح، فأقساط هذه البطاقة لا تنتهي، وهو أمر متوقع، فصالح يدفع الحد الأدنى من المبلغ المستحق للبطاقة، وهذا يعني أن صالح يدفع الفوائد الشهرية ومبلغا صغيرا من المبلغ المستحق. صالح قام أيضا بارتكاب خطأ كبير عندما استخدم بطاقته الائتمانية للسحوبات النقدية، فالفوائد الشهرية المترتبة على هذه السحوبات أعلى من فوائد المشتريات بالبطاقة، وهي تصل إلى 40 و45% في حال لم يقم العميل بسداد كامل المبلغ المسحوب لوقف احتساب الفائدة.